السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي داخل وخارج الوطن، إن شاء الله ألقاكم في هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية بإذن الله. إخواني أخواتي، هناك أخبار في غاية الأهمية ومستجدات خطيرة بخصوص قضية هشام تازة. ففي الوقت اللي كان كيدور الجميع أن تصفية الشرطي هشام كانت وراء دوافع لهذه العصابة المخدرة هو الانتقام من الشرطي هشام بسبب الحاجز المروري واللي كان كيأمنوا الشرطي بحي الرحمة، وذلك بمنع مرور السيارة اللي كتقل المخدرات. فكل هذه المعطيات إخواني أخواتي لا علاقة لها بالتصفية الجسدية، والأمر يعود بالخصوص إلى العلاقة الغرامية بين الشرطي وطليقة بارون المخدرات والمسمى الريفي ذو 24 سنة. فقد تم اليوم إخواني أخواتي اعتقال كل من طليقة الريفي، وكذلك الشرطية المتورطة في استدراج هشام والمؤامرة مع العصابة، والتي تلقات مبالغ مالية كبيرة من أجل تصفية هشام الله يرحمه بعد تحذيرات عديدة من البزناز، فيما تم عرض الهاتف المتهمين بما فيهم طليقة البزناز الريفي للخبرة التقنية للكشف عن المزيد عن المعطيات عن هذه النازلة. إخواني أخواتي، كيف ما كتشوفوا، فبعد سلسلة من الاعتقالات ديال هذه العصابة المتورطة بحرق وقتل والتنكيل بجسد أو بجثة الشرطة هشام، واللي كان الجميع كيظن أن القضية فيها انتقام، من بعد ما كانوا كيظن الجميع إخواني أخواتي أن الشرطة هشام اللي كان بسبب الصرامة ديالو في النقطة المرورية بحي الرحمة أنه كيمنع أي واحد من هاد العصابة بالمرور إلا بموافقة رئيس المصلحة. فمازال التحقيق مع بارون المخدرات اللي اكتشف السلطات الأمنية والضابطة القضائية حول المبالغ المالية الكبيرة والمهمة اللي سلمها العصابة المكونة من 4 أشخاص، واللي عطاهم الدور باش ينتقموا من الشرطة هشام الله يرحمه. ففي آخر مستجدات قضية الشرطة هشام المحروق في قادوس بدوار خدارة ساحل ولاد حريز، فبعد الشكوك اللي كانت كتحوم حول واحد الفتاة اللي هي صاحبة سيارة باليو، واللي كانت تحقيق معها من طرف الشرطة لساعات طويلة بعد ما تم العثور على رسائل عبر خاصية الواتساب. هاد السيدة أو هاد الفتاة اللي تم إطلاق السراح ديالها في وقت سابق بعد التأكد أن ليس لها أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد في قضية انتقام أو قضية حرق الشرطي هشام بتلك الطريقة البشعة. على أين؟ فكل المؤشرات كتأكد أن 4 أشخاص اللي كانوا وراء حرق السيارة لهم علاقة بالجريمة. فقد تم الاعتقال شخصين بما فيهم امرأتين وكذلك طليقة بارون المخدرات. إخواني أخواتي، فأمام هذه القضية اللي تبينات أنها عندها علاقة بالفساد والزينة، فالشرطي لأكد هذا الريفي أو هذا البزناز أن كانت علاقة غرامية مع طليقته بمدينة الدروة، والشرطة هو السبب في الطلاق ديالهم هذه مدة، وكان كيتردد عليها وكيحملها معاه في سيارته. والأكثر من هذا إخواني أخواتي، فهو شرى لوحة السيارة وهي الآن في ملكيته، وهادشي اللي خلى السلطة الأمنية أن تم استدعاء هاد السيدة أو هاد الطليقة للتأكد من الكلام وفي التحقيقات اللي قالها هاد البزناز والمواجهة ديالو اللي غتكون غدا إن شاء الله بحول الله. إخواني أخواتي، فحسب الرفاق ديالو المتهمين أكدوا هذا الخبر، وكذلك أنه تم تنبيههم من طرف هاد البزناز كما ذكرت باش يبعد منها، إلا أن هشام هذاك الشرطي أصر
أنه يبقى معها في ديك العلاقة الغرامية، وهذا الشيء اللي خلاه هاد البزناز ينتقم منه بديك الطريقة البشعة، يعني يسلم مبالغ مالية لهذا العصابة إخوان إخواتي على أيين. فالحمد لله مني لقينا يعني هاد مجرم خطير اللي شكل واحد ضجة كبيرة على الصعيد الوطني بهذه الفعلة، في هذه الجريمة اللي صراحة احنا كنتأسفوا لهذا العمل الإجرامي، وكنتمنى من الله عز وجل أنه يتم الحكم عليهم بأقصى العقوبات، يعني جميع سواء اللي شارك سواء اللي ساهم في هذه القضية، خصوصا هذه الإصابة اللي كتشكل خطر يعني على أمن المغرب، وهذا الشيء اللي كيشجع بعض المجرمين أنه يقوموا بمثل هذه الأفعال. فإذا ما تمش تطبيق أقصى العقوبات فهذا دليل على أن المجرمين مازال يعني يقوم بأشياء أكثر من هذا وأخطر من هذا، وهذا الشيء اللي كنتمنى من الله عز وجل أنه يتم إعادة النظر يعني في الأحكام، وكذلك تطبيق أقوى أو الأكثر يعني حكم في حق هاد المجرمين. إخواني أخواتي، ففي ظل هاد الجرائم اللي مازال كنشوفوها في بلاد المغرب الحبيب، فبغينا إعادة النظر مرة أخرى وتدخل السلطات العليا في ملفات كبيرة. في ظل هاد القضية اللي خلقت ضجة كبيرة على الصعيد الوطني والدولي، مازال غنشوفوا مسجدات كثيرة وخطيرة بخصوص هاد القضية، واللي غتكون فيها مسؤولين حسب الأخبار اللي توصلنا بها واللي كتأكد تورط مسؤول كبير في هاد القضية، من بعد ما اعترف هذاك بارون المخدرات المستمر الريفي دو 24 سنة، واللي أكد المصالح الأمنية أن شخص مسؤول يعني في المصالح الأمنية هو من كان يتستر على كل عملية. يا إخواني أخواتي، حتى لا أطيل عليكم نكتفي بهذا القدر، وفي انتظار ما هو جديد ما تنسوناش باللايك ديالكم، بارتاج باش دائما توصلوا بما هو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.